أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. استقبال رسمي حاشد لقداسة البابا فرانسيس في أبوظبي. الباحث الدكتور محمد وهيب يشهر كتابه حول الوئام بين الأديان. السفير الفرنسي بعمان يرعى حفلة تدشين خارطة الأردن الكتابية بمادبة. وفيها أيضاً كشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن تطلق شعارها السنوي بقداس احتفالي. أهلاً بكم. كعادته كل يوم أربعاء في لقائه الأسبوعي تحدث قداسة البابا فرانسيس بابا روما عن زيارته التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنتائج الطيبة التي أفضت إليها، حيث هدفت بمجملها إلى تعزيز الحوار بين الأديان والعمل على نشر ثقافة السلام واللقاء على أساس الأخوة الإنسانية، إذ أنها المرة الأولى التي يزور فيها بابا الكنيسة الكاثوليكية شبه الجزيرة العربية في الذكرى المئوية الثامنة للقاء القديس فرانسيس والملك الكامل سلطان مصر. وختم قداسته رسالته بالشكر لكل من عمل على إعداد هذه الزيارة التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة بين جميع البشر كأبناء الله. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك الأب الأقدس المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص كلمة قداسة البابا: تكلم قداسة البابا عن زيارته الأخيرة القصيرة والمهمة جدا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واحة وأرض اللقاء بين الشرق والغرب وبين مختلف الحضارات والأديان. كانت الزيارة تهدف لتعزيز الحوار بين الأديان والعمل على نشر ثقافة السلام واللقاء على أسس الأخوة الإنسانية. إنها المرة الأولى في التاريخ التي يزور بابا الكنيسة الكاثوليكية شبه الجزيرة العربية في الذكرى المئوية الثامنة للقاء بين القديس فرانسيس والملك الكامل سلطان مصر. لذا شكر البابا صاحب السمو ولي عهد أبو ظبي رئيس الدولة ونائب الرئيس وجميع السلطات وكل شعب الإمارات على كرم ضيافتهم وحفاوة استقبالهم وعراقة أصالتهم. شكر البابا أيضا النائب الرسولي في جنوب الجزيرة العربية وجميع الذين ساهموا في إعداد هذه الزيارة وعملوا ليلا نهارا لإخراجها بهذه الصورة المشرفة. كما تقدم بشكر خاص لصديقه وأخيه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والذي وقع معه على وثيقة الأخوة الإنسانية التي تدعو لعيش الأخوة بين جميع البشر كأبناء لله، وإدانة كل أشكال العنف واستغلال الدين والاستخدام السيء لاسم الله القدوس، وتأكيد الالتزام المشترك بنشر قيم السلام والعدل والمساواة بين البشر والمواطنة وحرية الاعتقاد. واختتم البابا زيارته بالاحتفال بالقداس الإلهي
الذي شارك فيه بطاركة وأساقفة وكهنة وعدد كبير جدا من المؤمنين، وحيث صلى الجميع من أجل السلام في سوريا وليبيا واليمن والشرق الأوسط وفي كل العالم. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Sul buon terreno degli Emirati Arabi Uniti è stato seminato il seme della fratellanza umana. Chiediamo a Dio di farlo crescere, fruttificare e diventare un albero che abbraccia tutti. Il Signore benedica tutte le persone che hanno reso questa visita apostolica possibile. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط على الثرى الطيب للإمارات العربية المتحدة. زرعت بذرة الإخوة الإنسانية، نسأل الله أن يجعلها تنمو وتثمر وتصبح شجرة تحتضن الجميع. ليبارك الرب جميع الأشخاص الذين جعلوا هذه الزيارة الرسولية ممكنة. ومن هنا فقد شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة هامة لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الإنسانية بين شعوب المنطقة، وإرساء قواعد مكينة بين أهل الأديان والعقائد المتعددة من أجل مستقبل زاهر للبشرية جمعاء، والوصول إلى السلام المنشود واحترام الاختلاف، حيث شهدت الزيارة توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. المزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة والاستقبال المهيب لقداسته في التقرير التالي. في زيارة تاريخية تعد الأولى لدول الخليج العربي، حل قداسة البابا فرانسيس ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي. وقد جرى لقداسته عند وصوله إلى العاصمة الإماراتية استقبال مهيب حضره قادة دولة الإمارات وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم. وقد رحب سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بضيفي الإمارات البابا فرانسيس وإمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة التاريخية لبلد الإمارات، بلد السلام والتسامح. وبعد مراسم الاستقبال توجه قداسته وفضيلة إمام الأزهر إلى صرح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لحضور الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والذي شارك به وفد أردني رفيع المستوى،
حيث جرى في المؤتمر توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي تشكل أهم وثيقة في تاريخ العلاقات بين الأزهر الشريف والفاتيكان. وقد كان لقداسة البابا كلمة مؤثرة في المؤتمر أمام رجال دين من عدة ديانات، حيث دعا إلى حماية الحرية الدينية في الشرق الأوسط، معتبراً أن استعمال اسم الله لتبرير الكراهية والبطش ضد الأخ إنما هو تدنيس خطير لاسمه، واصفاً الإمارات بأرض الازدهار والسلام ودار التعايش واللقاء التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، موجهاً التحية لقادة الإمارات وشعبها المتسامح الطيب. ويسعى المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس إلى التصدي للتطرف الفكري وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة بين أهل الأديان والعقائد تقوم على احترام الاختلاف وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق العيش المنشود. وبعد الانتهاء من أعمال المؤتمر قام قداسة البابا وفضيلة شيخ الأزهر بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وتفقدا أركانه وتعرفا على ما يزخر به من فنون معمارية فريدة تعكس الروح الأصيلة للعمارة الإسلامية وتجعل منه محطة أساسية للتعبير عن روح التسامح والتعايش التي تجسدها دولة الإمارات العربية وشعبها النبيل. وخلال زيارته التاريخية للإمارات ترأس قداسة البابا فرانسيس القداس الحبري الذي نظمته الجالية العربية هناك بمشاركة عدد من بطاركة وأساقفة الكنائس الكاثوليكية في الوطن العربي والعالم الذين وصلوا إلى الإمارات للمشاركة في استقبال البابا والترحيب به. وفي ختام الزيارة جرت مراسم وداع رسمية لقداسة الحبر الأعظم في مطار أبوظبي، حيث كان على رأس المودعين سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وعدد كبير من مسؤولي الدولة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين. وبعد مغادرته وجه البابا فرانسيس رسالة شكر إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعوته له للمشاركة في لقاء حوار الأديان، كما شكر جميع سلطات الإمارات ومن شارك في التحضير لهذا اللقاء على حسن الضيافة والترحاب الأخوي، معربا عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين الأخوة من أتباع الأديان.
العالمي للوئام بين الأديان أقيم في المركز المجتمعي المسكوني التابع لكنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية في أم السماق الشمالي بعمان، حفل إشهار كتاباً للدكتور محمد وهيب بعنوان الوئام الإسلامي المسيحي في ظل وحدة المكان، حيث يركز الكتاب في فصوله على نهج الوئام القائم في الأردن منذ عصور التاريخ السالفة حتى غذى هذا البلد أنموذجاً يحتذى لجهوده الكبيرة في تمتين أواصر العلاقة بين كافة الشرائح الاجتماعية على أرضه. شهد الحفل راعي الكنيسة القس سامر عازر إضافة إلى عدد من المسؤولين والباحثين ورجال الدين، كما دار حوار معمق شارك به كل من السادة ميشيل حمارنة وطه الهباهبة والدكتور جلال فخوري، حيث أثنى المتحدثون على جهود الباحث في إنجاز كتابه القيم. كتاب الوئام الإسلامي المسيحي في ذاكرة المكان والمملكة الأردنية الهاشمية أنموذجاً، وهي فعلاً أنموذجاً لأن هذا الكتاب يتحدث عن جهود الأردن المملكة الأردنية الهاشمية في تمتين أواصر العلاقة بين كافة الشرائح الاجتماعية. ثم عندما بدأنا هنا في الأردن نقوم بأعمال التنقيبات الأثرية في العديد من المواقع في شتى المحافظات، لنجد أن هنالك العديد من الكنائس التي بنيت في العصر الأموي وفي العصر العباسي، وكشفنا حوالي عن 10 كنائس بنيت في هذا التاريخ، وبالتالي لدينا الكثير والعديد من النماذج تشير إلى الوئام التاريخي الحقيقي الذي نمارسه على أرض الواقع. الأردن تطبق الوئام ولا تدعي الوئام، بل هو حقيقة، ونحن نفتخر دائما بجلالة الملك الذي يقودنا في هذا النهج، نهج الوئام مع العالم أجمع وليس مع فئة واحدة معينة. وهذا اليوم سيكون يوم تاريخي إن شاء الله بنقاش هذا الكتاب، سيكون لنا منهاجا ويكون لنا قائدا إن شاء الله، يكون لنا موجها ومرشدا نحو مزيد من حركات ومن فعاليات الوئام المشترك. هذا الكتاب صحيح من مما يلفت النظر في أنه ذهب إلى حيثيات وجود الكنائس في عمان والأردن بشكل عام، وهذه الكنائس بعضها تاريخي يعود إلى زمن الأمويين وبنيت في فترة الأمويين وكذلك إلى فترة الحكم العباسي، كما قام رجال الحكم في الأردن وخاصة الهاشميين في القرن العشرين إلى تبني فكرة ترميم بعض الكنائس التي أهملت في التاريخ لسبب الخراب الذي نالها، فأعادوا ترميمها. ولدائرة الآثار الأردنية من الكتاب نعلم ذلك أثر واضح في الاهتمام بالكنائس بشكل على شكل أنها جزء لا يتجزأ من تاريخ البلاد وآثارها. وما لفت أنظاري أن الأردن من خلال هذا الكتاب وكتب أخرى طبعاً تتحدث عن الآثار، أن الأردن غني بالتراثات وبالكنائس الكثيرة التي علينا أن ننقب عليها، خصوصاً من العصر البيزنطي إلى العصر الحديث، وهي شاهدة على تاريخ هذا البلد وعلى تاريخ عمان والأراضي الفسيفسية الكثيرة، وكيف أن حتى كنائس هنا في منطقة خلدة وأم السماء والجويس موجودة بحاجة إلى ترميم لتبقى شاهدة عبر الزمان على أن هذه البلاد هي عبر العصور وحتى العصور الإسلامية شاهدة في وحدة المكان على العيش الإسلامي المسيحي. ننطلق في أولى هذه المحاضرات نطلب بركة الرب، وإن شاء الله سنسير معا يدا بيد إسلاميا مسيحيا من أجل أن نعزز الوحدة معا لنبني الوطن مسلمين ومسيحيين خاضعين وعابدين لله الأوحد متعاونين من أجل الإنسان أيا كان هذا الإنسان. نحن أمام استحقاق دستوري، نحن أمام استحقاق قانوني، كلنا علينا واجبات وكلنا علينا حقوق، ولا يفرق بيننا الأديان، والأديان عامل مساعد في البناء، وكل عام وأنتم بخير. تم في كنيستي سلطانة السلام في الزرقاء الجديدة والقديس جورج الشهيد للاتين في إربد منح رتبة الشدياق لخمسة من أبناء الرعية في قداسين احتفاليين ترأسهما المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور جمع من المؤمنين وذوي المرتسمين. إلى المزيد. في أجواء إيمانية وروحية،
تم في كنيسة سلطانة السلام في منطقة الزرقاء الجديدة منح رتبة الشدياق لثلاثة من أبناء الرعية، وهم سهيل كامل عباسي وجمال سليمان قندح ونجيب جميل أبو الشعر، وذلك ضمن قداس احتفالي أقيم في الكنيسة ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب هاني جميل. في هذا اليوم المبارك نحن سعيدين جدا بهذه المناسبة وبهذا الحدث الفريد من نوعه في أن يكون في رعيتنا خدمة جديدة من خلال منح سيادة المطران رتبة الشدياق لثلاثة من أبنائنا في الرعية، فخورنا بكم وإنها لبركة ونعمة لنا جميعا ولهذه الكنيسة بشكل خاص. وفي عظته خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجمع كبير من أبناء الرعية وذوي المرتسمين، أثنى المطران الشوملي على الشباب الجدد الذين نالوا رتبة الشدياق شاكرا الله على نعمه التي ينعم بها علينا في كل حين. كلمة شدياق تأتي من اللغة اللاتينية سوبدياكونوس وتعني الشماس الرسائلي. الأعمى الذي شفاه يسوع قال إني أؤمن يا رب فزدني إيمانا. يسوع قال في مقام آخر لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا لأطاعكم. فالإيمان هبة من الله نقبلها في قلوبنا وننميها بالممارسة بالصلاة بمطالعة الكتاب المقدس بطاعة وصايا الله. الإيمان هو جسم حي ينمو ويكبر ولكن بإمكانه أيضاً أن ينقص وحتى أن يموت. وفي ذات السياق احتفلت كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين في إربد بمنح رتبة الشدياق لاثنين من أبناء الرعية، وهما القارئان جمال معايعة وسميح أبو رحمونة. جاء ذلك خلال قداس عيد تقدمة الرب للهيكل الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة كاهن الرعية الأب سليمان شوباش بحضور حشد من أبناء الرعية والفعاليات الكنسية. وهي دعوة لكل واحد فينا أنه فعلا يسأل نفسه، هل أنا غصن مثمر في كنيسة الرب؟ هل أعطي ثمر بكلامي بأقوالي بشهادتي لإيماني وليسوع اللي بتناوله، ولا أنا فقط شخص مشاهد زي ما حكى سيدنا، أو فقط مستهلك بتفرج باخذ وما بعطي زي ما حكى يسوع؟ السعادة في العطاء أكثر منها في الأخذ. إن صار لي
في هذا اليوم المبارك كلنا نريد أن نقدم ذواتنا لله، فنحن كلنا منه وإليه. نحن نصبح قرباناً روحياً عندما نقدم حياتنا بأفراحها وأحزانها لله تعالى. قبل قليل عندما دعا كاهن الرعية أخانا سميح وأخانا جمال أجابوا هأنذا. كلمة هأنذا تعبر عن الطاعة، الطاعة لمشيئة الله. فقد شعر هذان المرشحان بأن الله يدعوهما لخدمة الكلمة وخدمة الهيكل، لخدمة الكلمة وخدمة الهيكل. ولا يوجد أنبل من خدمة كلمة الله وخدمة الهيكل. وفي نهاية القداس التقى المؤمنون حول الشيادق الجدد في جو من البهجة والسرور. ألف مبروك للمرتسمين الجدد في خدمتهم الجديدة للكنيسة. أطلقت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن شعرها السنوي بقداس احتفالي ترأس الصلاة فيه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان. المزيد في هذا التقرير. احتفلت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات البطريركية اللاتينية في الأردن بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران لاتيني في الأردن بمناسبة تعيين الهيئة العامة الجديدة للكشافة في الأردن في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصويفية. يجدد أعضاء الهيئة الجديدة الوعد، وعد الكشف. نصلي من أجلهم كي يكونوا نموذج وقدوة لكم جميعا. نندم الآن على خطايانا فتكون صلاتنا مقبولة. شارك في القداس عدد من كهنة وشمامسة البطريركية، وحضره مجموعة من الراهبات وأعضاء الفرق الكشفية من الكنائس الشقيقة وجمع من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث سيادة المطران الشوملي عن أهمية عمل الكشافة في الكنيسة، والتي تقدم من خلال شبابها الخدمة المتواصلة للكنيسة في الاحتفالات الرسمية والدينية وغيرها العديد، حيث وصف سيادته بأن شباب الكنيسة هم كالنسور في قوتهم وصلابتهم وسعيهم الدائم لعمل المحبة. النسر يطير بسرعة وبعلو لسبب بسيط، إنه وزنه خفيف. النسر مظبوط يبين كبير وجناحيه بيمتدوا لمترين على الأقل، لكن وزنه خفيف، عظمه جوا فاضي، وهذا يسمح له بالتحليق. يقال إنه وزنه 6 كيلوغرام في أكثر الظروف، وهذا ووزنه يأتي خصوصا من الريش، ريشه يوزن، والريش يساعده في التحليق وفي الطيران. ويقال بأن النسر يطير بدون جهد. النسر يترفع عن الصغائر، أنتم أيضا ترفعوا عن صغائر الأمور، ترفعوا عن صغائر الأمور. هذا أول تطبيق. ترفعوا عن الخطيئة، الخطيئة تجذبكم إلى أسفل، بالعكس تحرروا من كل قيد، من كل خطيئة، من كل إثم. أنتم ترتفعون وتنظرون إلى الأمور بعيني الله. فإذا كل يوم أنا بتذكر لمدة شهر 10 إنجازات، 10 نقاط إيجابية، 10 نعم حصلت عليها من ربنا، بعد شهر بصير تفكيري إيجابي، شخصيتي بتتغير، بصير أنظر للأمور بشكل مختلف وليس بشكل سلبي. بنبارك لإخوتنا اللي اليوم بتحملوا
بشكل رسمي مسؤوليتهم ويعيدون بالوعد الكشفي، ونتمنى لهم بالفعل أن يكونوا النموذج الصالح لنا جميعاً، وكل عام وأنتم بخير. وبعد العظة قدم المرشد العام للكشافة الأب إبراهيم نفاع أعضاء الهيئة العامة الجديدة المنتخبة أمام مذبح الرب لعام 2019 ليمنح سيادة المطران البركة للأعضاء المنتخبين. وأعرب الأب نفاع عن شكره لسيادة المطران الشوملي على تعيينه للأب سليمان حفاوي مساعدا للمرشد العام. يا سيدنا يسوع المسيح، أنت الذي بالرغم من ضعفي وعدم كفاءتي اخترتني قائدا لإخوتي الكشافة، اجعل كلامي وأعمالي تدخلهم في سبيل محبتك، اجعلني قادرا أن أريهم آثار أعمالك المقدسة والإلهية في الطبيعة التي خلقتها، اجعلني قادرا أن أعلمهم ما يجب تعليمهم حتى نكون معك يا إلهي في مخيم الراحة والفرح حيث. وفي ختام القداس قدم الأمين العام ركان فخوري كلمة شكر من خلالها سيادة المطران الشوملي والآباء الأجلاء على دعمهم ومساندتهم للخدمة الكشفية في كنف الكنيسة. نشكر الحضور جميعا، ونخص بالذكر الأمان العام للشبيبة، شكرا لكم جميعا. باسم أعضاء الهيئة الجدد نشكر أعضاء الهيئة السابقين اللي كانوا معنا السنوات السابقة، وبهاي المناسبة منعلن اليوم بعد التواصل مع أبونا إبراهيم رح يكون عندنا السنة مجموعتين جداد، مجموعة الفحص موجودين معنا كمان اليوم، أهلا وسهلا فيكم، وكمان مجموعة الإسماكية بالكرك بس اليوم مش موجودين معنا، فأهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكم. نشكر الله عندنا إحنا الآن 9 مجموعات، إن شاء الله السنة رح يكون في عنا لغاية الآن مجموعتين جداد بهمة سيدنا وبهمة وبركته وبهمة قادة المجموعات والكهنة. نشكر سيدنا ونشكر الكهنة المساعدين ونشكر الكهنة الرعاية اللي عم بدعموا الحركة الكشفية بالأردن، وإن شاء الله بدعمهم بهمتهم معانا رح يكون في عنا مجموعات جديدة السنة. إن شاء الله رح يكون في عنا لغاية الآن مجموعة بالفحيص برعاية أبونا عماد طوال، وأكيد كمان بالإسماكية بالكرك رح يكون في عنا كمان مجموعة مع أبونا المرشد الروحي للهيئة إبراهيم نفاع، وإن شاء الله بهمتهم جميعا ومساعدتهم نقدر ننشر وندير بالنا على الشباب والصبايا المسيحي بكل الأردن، وإن شاء الله نقدر ننشر الرسالة اللي إحنا موجودين عشانها. وعقب الانتهاء من القداس الإلهي التأمت المجموعات الكشفية في قاعة الكنيسة لوضع الخطط للعام الجديد. برعاية رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية، نظم مكتب التعليم المسيحي احتفالا بمركز تيرا سانتا الثقافي بعمان بمناسبة اختتام دورة تدريبية لمربيات التعليم المسيحي استمرت 3 أيام. تم خلال الحفل استضافة الفنان طوني هاشم من لبنان وميرا حبش لتقديم مقطوعات وعروض فنية لمواهب مسيحية مختلفة. وصرح قدس الأب وسام منصور مسؤول لجنة التعليم المسيحي أن الهدف من عقد هذه الدورة هو تربية الناس على كيفية اكتشاف المواهب المفيدة في حياتنا الدينية والروحية. احتفالنا اليوم هو خطوة جديدة من نوعها ومن طبيعتها، وليجت بختام دورة تدريبية لثلاث أيام لمربيات التعليم المسيحي. حبينا من خلال عرضنا لمواهب مسيحية مختلفة نربي في الناس ضرورة اكتشاف المواهب، جعلها تعكس مجد ربنا ومجد حضور الروح القدس في حياتنا وفي مواهبنا. لهذا السبب استضفنا طوني الهاشم من لبنان، وهو مدرب ومؤلف أيضا، واللي من خلال 3 أيام اللي مضاهم مع معلمات التربية المسيحية قدر أن يوصلهم أساليب جديدة في عرض الكتاب المقدس. واليوم في حفلنا الختامي مع بنتنا ميرا حبش أبرزنا لهذه المواهب المتنوعة اللي بيظهرها ربنا في حياتنا
في أجسادنا حتى يتمجد في حضوره في حياتنا. فمن خلال نورسات نشكر كل اللي دعمناه، لأن هذا الحفل هو لدعم لمسيرة المكتب ونشاطاته، ونتمنى أنه دائما نتواصل من أجل خدمة ربنا، خدمة أبناء وخدمة الفلس. برعاية سعادة السفير الفرنسي في الأردن ديفيد بورتولوتي، احتفلت جمعية الكاريتاس الأردنية بتدشين خارطة الأردن الكتابية، وذلك في كنيسة الروم الكاثوليك بمعدبة، حيث تم تصميم الخارطة كأرضية فسيفساء تحيط بالكنيسة. إلى التفاصيل. تحت رعاية سعادة السفير الفرنسي في الأردن ديفيد بيرتولوتي، وبحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، احتفلت الكاريتاس الأردنية بتدشين خارطة الأردن الكتابية الكائنة أمام كنيسة الروم الكاثوليك في مادبة. وتأتي هذه الخارطة كجزء من مشروع تحسين استراتيجيات تأقلم النازحين العراقيين في الأردن والمحتاجين الأردنيين، ويمثل عملاً مكثفاً لتصميم أول خريطة كتابية للأردن بالفسيفساء. وابتدأ الحفل الذي حضره عدد من السفراء والنواب وممثلون من المجتمع المحلي بكلمة ترحيب من راعي كنيسة الروم الكاثوليك في مادبا قدس الأب معين الحلو، ومن ثم كلمات من سيادة المطران جوزيف جبارة وسعادة السفير الفرنسي والسيد وائل سليمان. وذكر سيادة المطران جبارة بكلمة له بأن الأردن بأرضه ونهره وشعبه حاضر دائما في صفحات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وما ذلك سوى للتأكيد على أهميته في تاريخ الحضارات القديمة، وعلى قداسة أرضه التي تشرفت بحضور الرسل والأنبياء لا سيما السيد المسيح. أيها الحضور الكريم، موزاييك تجسد الأردن من وجهة نظر كتابية، ولكن الأردن كبلد هو بحد ذاته موزاييك أبدعها الخالق. موزاييك من حيث الجغرافيا، الصحاري والجبال والهضاب والسهول والوليان. موزاييك من حيث التنوع العرقي، العرب والشركس والأرمن إلى آخره. موزاييك من حيث التنوع السياسي. موزاييك أخيرا من حيث التنوع الديني، الإسلام والمسيحية بمذاهبها المختلفة. إذا كانت ربات الفن السبعة قد ألهمت المبدعين لكي يجسدوا الجمال من خلال لوحات الموزاييك والجداريات والإيقونات، فالله هو الذي جمل الأردن بهذا التنوع وجعل منه بلدا فريدا في هذا الشرق العزيز. حفظ الله هذا البلد واحة للتآخي والتعايش والمحبة والوئام، بلداً يرفع راية الثقافة والإبداع في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العين الساهرة على المقدسات المسيحية والإسلامية. في الختام كلمة الشكر أوجهها للسفارة الفرنسية ولمؤسسة كاريتاس الأردن ولكل الصبايا والشباب الذين تعبوا واجتهدوا لإنجاز هذه التحفة الفنية الرائعة، وبالطبع لرعية القديس جورجيوس في مأدبة ولخادمها الأب معين الحلو ولكل الحاضرين، وشكرا. وأكد السفير الفرنسي في كلمته: نحن بغاية الفخر لهذه الشراكة طويلة المدى مع الكاريتاس الأردنية، وأنا سعيد جدا لأرى هذا المشروع الإنساني قد اكتمل اليوم ليكون علامة فارقة في هذه المدينة ومرجعا للسياحة الدينية والثقافية وحجر أساس للتراث المسيحي. ومن جهته عبر السيد وائل سليمان عن شكره لجميع الجهات والأفراد المساهمين في هذا العمل المميز الذي يؤسس مكانا سياحيا جديدا في مادبا الفسيفساء.
أكيد اليوم نحن من خلال السفارة الفرنسية بالسنتين اللي مرقوا هذا المكان كان مكان عمل، يعني الأخ العراقي عم بيشتغل بكرامة وبيقبض راتب بآخر شهر. أكيد في بعض الخدمات الإضافية اللي كاريتاس عم بتحاول تأمنها من خلال مركز كاريتاس الموجود بمادبا، خدمات طبية، خدمات تعليمية بالقدر الممكن، لكن نحن كان الهم الأكبر هو توفير عمل حتى يعيش الأخ العراقي بكرامة، فتوفر له هذا العمل. وأكيد هذا مستمر، يعني لازم نحكي هون بموضوع الاستمرارية. نحن اليوم أنتجنا هاي اللوحة، لكن الأخوة العراقيين مستمرين معنا بالموقع ورح يكمل عملهم من خلال ورشات العمل اللي موجودة مشغل الفسيفساء. أكيد نحن اليوم بالسنة الثالثة للتعاون، نحن بهذا الموقع تحديدا هاي السنة الثالثة للتعاون، ودخل شريك جديد لأنه السفارة الفرنسية عم تدعم كاريتاس بعدة مشاريع. وقعنا اتفاقية من شهرين لمشروع إضافي بالكرك رح نبدأ فيه الشهر القادم مع كنيسة الروم الكاثوليك بالكرك، ودخل شريك جديد للموقع من السنة هاي، دخلت السفارة الهنغارية والحكومة الهنغارية كداعم لدعم الأخوة العراقية بهذا الموقع. وفي ختام الحفل قام سعادة السفير بتدشين الخارطة وعمل جولة حول الموقع والاستماع إلى شرح من قبل فريق العمل من الكاريتاس الأردنية. ثم جرى توزيع شهادات التكريم والدروع لجميع المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في هذا الإنجاز المميز. بالبداية احنا جينا، صارت الظروف الأوضاع اللي بالعراق والتهجير، جينا هون للأردن، فما كان في يعني فرص عمل لنا المتوفرة هون في الأردن، فقدمت لنا الكاريتاس اللي هو الموقع هذا ودعم من السفارة الفرنسية، فتحوا لنا المشروع هذا عشان احنا نشتغل هون بالأردن، ودخلونا دورات اللي كانت هي النجارة والفسيفساء والتغليف والإكسسوارات. احنا اختارنا الفسيفساء وبلشنا شغل، اخذنا دورة تقريبا كانت من 25 يوم الى 30 يوم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. استقبال رسمي لقداسة البابا فرانسيس في أبوظبي. منح رتبة الشدياق لخمسة من أبناء الرعاية في إربد والزرقاء. الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن تطلق شعارها السنوي بقداس احتفالي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.